ايه رايك في سهيل؟ هو عايز يكلمك؟ دي عيل اهبل واني نزلت فيه. سهيل ايه دي اللي ما طلعتش من البيضه لسه؟ انا عايز اتجوز سهيل يا حسن. انت بتهرج صح؟ تبقى جننت يا صابر. عايز تتجوز سهيل عشان تغيظ رحاب ولا عشان تزود العداوه بينك وبين اخوك؟ وليه ما تقولش اللي انا بحبها مثلا؟ لا واني بريالي هصدق انك تحب عيله تافهه زي دي؟ فوق يا صابر، البت مش ليك. وبعدين انت نسيت انها اخت زين ولا ايه؟ ومش زين ده كان صاحبك من زمان ولا ايه؟ صاحبي دي اللي رماني في السجن، ولا بيطيقني ولا بيطيقك، وانت كمان عايز تروح تناسبه. لا لا، البت سهيله دي اغلب من الواد زين. انت بتعمل في نفسك كده ليه يا اخويا؟ مش فاهم. انت تستاهل احسن واحده في البلد وفي الجمهوريه كلها. ما تفهمني يا اخويا عايز ايه بالظبط؟ خلصنا يا حسن. أنا عايز ليلة البلد كلها تضحك عليها. طب ما تاخدها حجة وتروح تفتح أبوك وتقول له إنك عايز تتجوز، ده هيفرح بيك أوي يا صابر ويمكن يرضى عنك. بعدين يا حسن.